في اجتماعنا يا حبيبي. إلهنا اللي بنعبده ده جميل، والأصحاب المزاج مزاجه عالي قوي، وما يهموش أنت بتفكر في إيه وعايز إيه، يهمه قوي ان يوصل لاولاده وعارف لهم ايه افضل حاجه في الوقت والمكان اللي هم موجودين فيه. تفضل تهاتي وتفضل تصلي وتفضل تصرخ في حاجات ودن من طين، ده المثل بتاعنا الشعبي، ودن من عجي، ولكنه سامعك وانت تخبط وانت فين وانت حصل ايه. وكده بعد ايام، بعد اسابيع، بعد شهور، تبص وراك وتلاقي انه استجاب للي انت بتطلبه بطريقه تانية خالص. مزاجه عالي، ما بيتوجعش زي حالاتي وحياتك والنق عليه والزن هو عارف الافضل فين. مصدق معايا انه عارف لي وعارف لك الافضل. انا بشكرك لانك ما استجبتش كل صلواتي. حد يشكره معايا انه ما استجبش لكل صلاه؟ كانت خرب بيتي من زمان. لو انت صليت في دي وعملتها لي، وصليت في دي وعملتها لي، وصليت في دي وعملتها لي. نحن لا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح بيشفع فينا. اشكرك لان روحك لسه بيشفع فينا. انا عايز اباركك على كل باب قفلته في وشي وزعلت خدت على خاطري وكسرت وشكيت، وبعد سنين بصيت ورايا وقلت كل الأشياء بحكمة صنعت يا رب. لو ليك إله بيحبك وانت واثق في رعايته ليك، صدق على الدوام وانت مسلم حياتك بين إيديه إن مفيش حد غيره يفتح ولا أحد يغلق. يغلق ولا الله مش بيفتح البيبان بس، وبيقفل بيبان تانية كمان. حد يرد عليا ويقول لي أمين، السلام عليك، وأي حاجة اللي هي الحاجات اللي هو بيعمل كده. ده مش موضوعي اللي أنا هكلمك فيه، بس أنا بقولك إن هو صاحب مزاج عالي. أنا بقالي أسبوع مثقل كده بموضوع عايز أحكي فيه، وروح القدس جميل أبو الزمل أول امبارح كده لي حلو الموضوع اللي هتتكلم فيه ده قوي الحقيقة. أنا لو عدت قدامك يمكن أعيط من، يعني أتأثر من اللي أنت بتقوله، حاجة جميلة، وأقول لك هللويا رائع وجميل. ممكن تخليه على جنب، أنا نفسي أقول حاجة تاني. فهو عايز يقول حاجة تاني النهاردة أكيد لحد. حزقيال أصحاح 34، افتح موبايلك المقدس معايا، قصدي كتابك المقدس. حزقيال 34 يا حبيبي. حزقيال 34 من عدد 1-6، وبعد كده هقرا كم عدد تانيين. هنا الرب بيتكلم لرعاة إسرائيل، الرعاة اللي هم الملوك، ملك ورا ملك ورا ملك، ده اسمه الراعي. بيقول الرب: كان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد يهوي للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم، تلبسون الصوف، تذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل. وتشتتت، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال، على كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. عدد 11: لأنه كذا قال السيد يهوي: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها،
كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. عدد 19. وغنمي، آسف مش العدد ده، عدد تاني. عدد 23، عدد 22 يقول: فأخلص غنمي فلا تكون بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة، وأقيم عليها راعيا واحدا، فيرعاها عبد داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا يهوي أكون لهم إلها، وعبد داود رئيسا في وسطهم، أنا يهوي تكلمت. آخر عدد في هذا الأصحاح يقول: وأنتم يا غنمي، غنم مرعاي. قولها معايا تاني: وأنتم يا غنمي، مالكم؟ غنم مرعاي، أناس أنتم، أنا إلهكم، يقول السيد يهوي. لو عرفت تحط، مش عارف تحط إزاي، بس ممكن تحط علامة على هذا النص. هقرأ نص كمان. الرب قال إن أنا سأقيم داود. داود مات خلاص، احنا بنحكي له نص داود من مئات السنين راح. بيقول انا حقيم داود راعي واحد، راعي واحد. خلينا نشوف الراعي الواحد ده. متى اصحاح 9، متى اصحاح 9 من عدد 35 لعدد 38، تقول كلمة الله: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت، يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين وكمان ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. عدد 36، لما رأى الجموع عمل إيه؟ تحنن عليهم. ليه؟ كانوا منزعجين ومنطرحين، منظرهم كده كإيه؟ كغنم. حزقيال 36 بيقول الرب أنه غنمي تشتتت، غنمي أناس أنتم، انتوا مش خرفان، انتوا ناس، انا عارف ضعفكم، عارف المكسور فيكم، عارف المشتت فيكم، عارف المقصور منكم، عارف اللي هو بلا راعي تايه وضايع، عارف اللي مفيش كبير في وسطي فمعهوش حاجه يعملها غير انه ينطح فاخوها، الجعان والعطشان واللي مش لاقي حد يقوده الى مراعي خصب، إلى مياه الراحة. أنا أقيم داود عبدي، اللي هنا بتقول كلمة الله عنه: لما رأى الجموع تحنن. كانوا منزعجين وكمان ومنطرحين. عنواني النهاردة الحالة صعبة. اسمه إيه العنوان؟ الحالة مالها؟ صعبة. لما تسأل حد، تسألي حد صاحبتك على فضلة خيرك باشمهندس ضربين خناقة وتعبانين وبتاع، فترد عليك تقول لك ايه؟ الحالة صعبة. الحالة مالها؟ الحالة صعبة. احنا بنرد في اوقات كتيرة قوي لما مش عارفين نرد الموضوع شكله ايه، لكن نقول انه الحالة صعبة. الحالة صعبة، العنوان اللي بعديه على طول: علاج الانزعاج والهموم. ربنا عايز يعالج في حياتنا الانزعاج والهموم. ما بعد الكورونا، اللهم ابعدها عنها ولا ترجعنا إليها مرة ثانية. الحالة صعبة، تصدق الحالة صعبة. كم واحد حس إنه مش هو، أنا مش أنا اللي متعودني، مش أنا اللي
كنت مستني وعايز وبس مش انا، في حاجه مبلطه فيا يا اخي، في حاجه نايمه فيا، في حاجه نعسانه، في حاجه ضايعه مني، في شيء مش مريح. وبعد كده في الحته اللي احنا قاعدين فيها ما انتش عارف تقعد ولا عارف تمشي ولا عارف هيغيره ولا مش هيغيره ولا هيعمله ولا مش هيعمله. طب باب اتفتح، يا ترى الباب اتفتح ده ليا؟ طب لو كملت فيه الدنيا مطوله، طب الباب ده قفل ده معناها ايه انه قفل؟ هل الم خلجاتي واروح؟ 900 سؤال و500 قصه وعدم اطمئنان وعدم أمان ما لناس كتيرة. حالة صعبة، الحالة مليانة تبلد، مليانة وحدة، مليانة قلق، وبنفكر وبعدين إيه اللي جاي علينا. حاجتين بيميزوا هذه المرحلة الصعبة اللي احنا بنعيش فيها، خلينا أقولهم لك: الانزعاج والهموم. قول معايا الانزعاج وكمان والهموم. والمنزعج فضل خيرك غير المهموم. المنزعج ده حاجة، والمهموم المنزعج واقف على طراطيف صوابعه. المنزعج ماله؟ واقف على طراطيف صوابعه، مهيبر ومهيبر الدنيا حواليه، سخن والدنيا كلها لازم تسخن معاه. الصبح منزعج وبالليل نايم منزعج، والدنيا مشدودة وقراراته سريعة وحاجة بتخبط في حاجة، والخوف هو الدافع الحقيقي والرئيسي اللي بيخليه ياخد كل قرار وكل رد فعل موجود في حياته. منزعج، منزعج وعنده 600 حاجة، 600 حاجة. يا ترى ده وده بيقول ده وده معناه كذا وده هيحصل في كيت وده كان وده كنا. منزعج. عشت مع حد منزعج؟ بلاش، بص في المراية. المهموم بقى، مهموم ده رايق وزي صاحبنا الأولاني ده. مهموم ده شايل له نص طن هم على كتافه وعلى وتحس كده انه عينيه فضلت خيرك ما تعرفش ايه اللي حصل لها، بس اتضغطت شويه يعني قفلت حبتين من كتر الضغط اللي هو شايله، الحموله اللي هو شايلها، القلق والاضطراب اللي جايب احمال الدنيا والاخره شايلها جواه وفي داخله. ما بينامش كويس، عنده أرق، يسوع كان بيطوف في كل المدن والقرى يكرس ويعلم ويشفي. لما رأى الجموع زحمة، لما رأى الجموع تحنن عليهم، شفى مرضاهم. إيه اللي حركوا؟ إيه اللي حركوا إنه يشفيهم؟ بص كلمة الله تقول إيه؟ إذ كانوا منزعجين وكمان ومنطرحين كغنم لا راعي لها. الحالة صعبة. أولاً أعراض الحالة الصعبة. نمرة واحد، الحالة الصعبة، أول أعراض للحالة الصعبة الانزعاج. زي ما بقولك أنا، الانزعاج هو ثورة، قلق، عدم راحة، مش ملموم على نفسي، مش ملموم على نفسي. في قوة دفع سلبية بتدفعني تخليني أتصرف، تخليني أخذ قرارات، مضطرب. باختصار كده، بيني وبين السلام خصام، بيني وبين السلام خصام. مش حاسس بسلام، مش حاسس بسلام معناها اني مش حاسس بامان من ناحيه ثانيه. وعد الرب لشعبه لاويين 21:6 يقول: تنامون وليس من يزعجكم. وكان الازعاج عكس ليه؟ عكس النوم. تنامون وليس من يزعجكم. ارميا 30:10 تقول الكلمه: يطمئن ويستريح ولا مزعج. الاطمئنان والراحة والنوم والسلام جاي بسبب أنه ما فيش إزعاج. الإزعاج قلة راحة. إشعياء 14:3 يريحك الرب من انزعاجك. يريحك الرب من إيه؟ من زعاجك، من الحمل التقيل اللي أنت شايله. إيه بقى مصدر الإزعاج؟ أنا هنا لا طبيب نفسي ولا هقدر أقول لك على 500 حاجة تمشي فيها. أنا بس بقول لك
صاحب المزاج لما يكون عايز يفتح قدام عينيك حاجة وعايز يكلمك فيها. مصدر الانزعاج في الغالب أقوال وأفكار، أقوال وأفكار. أعمال 15:24 مجمع للكنيسة كاتبين للأمم بيقولوا ليهم إن في إناس أزعجوكم بأقوال. تسمع خبرية، حد يقول لك كلمة أو أو أو، تسمع فكرة ما ترفعش إيدك. كم واحد بيحس إن في حد بيكلمه في دماغه؟ يا ريت بيكلمك في دماغك يقول لك ان الرب صالح، ما بيقولش الحاجات دي، ما بيقولكش كده خالص، ما بيقولكش كده خالص. يا اما جايب لك ماضيك الاسود، ويا اما جايب لك كل الفشل اللي قدامك، يا اما عارف انت بتخاف من ايه، فعمال يرمي عليك كيسين زباله من المخاوف المنتنه تترمي عليك عشان تشككك وتخوفك، يشلك في مكانك، ينزع من دخلك ومن قلبك الراحه. غلط يا 1:7 بولس الرسول بيقول اهل غلط، يا يوجد قوم يزعجون كم. الإزعاج بيجي من خبر، الإزعاج بيجي من كلام، الإزعاج بيجي أو الانزعاج بيجي بأنك ما بتعرفش تنام غير على الجميل ده اللي بيمسكوه في الإيدين اللي بينور في الوش ده، عارفينه بالليل، فترى أخبار تعيسة وأخبار منيلة بستين نيلة وحيعملوا وحيسووا وحيكونوا، بتقولش أبانا الذي، حتى بتروح قافل تصحى على إيه بقى؟ شوية البزار اللي ترموا في دماغك دول خمروا الصبح، خمروا، كبروا، كتروا، فحاسس بخوف وقلق وبانزعاج وضغط وحاجة كبسة عليك. الانزعاج اسمعها مني بقى، دي حاجة روحية، ممكن مش بس يكون فكرة، روح رديء، في روح اسمه روح الإزعاج، ده زنان ابن لزينة، ابن لزينة لا يهدى. مالي الجو حوالينا بأفكار الخوف والقلق والاضطراب إنه يزعجك مما أنت فيه. كلمة الله بتقول عن إبليس إنه رئيس سلطان، يعني رئيس سلطان الهوى، ماسك الأثير حضرتك، الأثير ده اللي هو الجو اللي بيطلع فيه الإشارات الضوئية والإشارات الراديو اللي بيوصلني يوصلك، رئيس سلطان الهوى اللي عمال يبث مخاوفه وكلماته في كل حتة، بس علي أنا وإنت نعرف إزاي نلقط. يزعجك، يخوفك، ينجس أفكارك. عبرين 12:15 بتقول كلمة الله ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله فيطلع أصل مرارة. يصنع إيه أصل المرارة؟ انزعاجا فيتنجس به كثيرون. أصل المرارة مش ماسك النهاردة، أصل المرارة ده بقاله الزمن، يجيب لك تاريخ طويل من الكبت، تاريخ طويل من الجرح والألم اللي انت جرحته من ناس أزوك ومعرفتش تتعامل مع ده، معرفتش تطلعه، معرفتش تغفر، معرفتش تسامح، معرفتش زي ما يقولوا بالإنجليش to let it go، انه يروح، فكومت وكومت وكومت وفجأة يصنع الانزعاج. الانزعاج جاي في مرارة، مرارة بتشاور على فلان وبتتكلم على علان وبتقول بتفش غلك في ده وبتتكلم على ده، ازعاج يتنجس بيه كثيرين. والناس اللي خايفة والقلقانة والمضطربة تصنع انزعاج منين ما تكون موجودة في مكان. المنزعج غلب لنفسه وللي حواليه، توتر، شد، عصبية. الانزعاج بيصيبه في الفكرة، مصيبته كبيرة لو وصل لروحك، لو وصل لروحك وبقيت شخص منزعج، هبقول لك على العلاج بعد شوية. الحالة صعبة، أول عرض فيها الانزعاج، تاني عرض فيها الانطراح، كانوا منزعجين وإيه كمان؟ الانطراح. أنا قعدت أدور النهاردة على كلمة انطراح دي، منطرحين، لقيتها في ترجمة تانية فينت، يعني مغمى عليه. رب يسوع شافهم منزعجين، مهيبرين، أيوة، وإيه كمان؟ ومغمى عليهم.
مخضوضين يا حاجة من طرى ولا مش لاقين مية ولا إيه الأخبار؟ المغمى عليه لما تيجي في أصل الكلمة معناها حد شال حمولة فوق الطاقة فانكسر تحتيها. تاني، حد شال حمولة فوق ليه؟ فوق طاقته فانكسر تحتيها، مش قادر يتحرك، مش قادر يتحرك، حس ان انا مشلول، لا عارف اروح قدام ولا عارف اروح، لا عارف اصلي زي امبارح ولا عايز ابتهج ولا عارف افرح بالرب ولا عارف ما في حاجه فيا. بس ايه سببها؟ سبب الانطراح هو ايه؟ في الحاله الصعبه انه عندي هم فوق هم فوق هم فوق هم، ما عرفتش اصرفه، ما عرفتش اطلعه، ما عرفتش افرغه من عليا، فكبس عليا لغايه ما كسرني وحناني ومش عارف اقوم. وبقوم انا بقول لنفسي انا مكوم كده ليه وواقع بهذا الشكل ليه؟ المنطرح شخص متبلد، شخص غير متحكم في حاله، مهموم. الهم دايما يعبر عن التقل، يعبر عن الحمولة، يعبر عن الشيلة التقيلة، عن قلة الحيلة. ليه مهموم؟ مهموم من جرح، مهموم من وجع، مهموم من مسؤولية، مهموم من علاقة مش عارف هتخلص امتى ولا هتتعدل ازاي ولا الدنيا هتمشي معايا بأي شكل. مهموم من انشغال اليومي، الانشغال بتاع الماما والأكل وأجيب ونودي ونحوش ونبيع ونشتري ونسدد فواتير وعليا قسط مدرسة وعليا مش عارف قسط البنك وعليا قرض ايه. هم وأجارك الله لو حد مدينك كمان، بدل الهم همين. تقل وهم، لما نشيل الأثقال والله لم يفصلنا ولا يفصل عقولنا ولا قلوبنا إنها تشيل الهموم وتحملها. سمعنا الله يخليك. عقل ده مش بتبرمج على إنه يشيل هموم أو يمشي بالهموم والأثقال. يمشي برحمة الله، يمشي بنعمته، يمشي بالمسيح فيكم رجاء رجاء المجد، معناها توقع أن هناك شيء أفضل آتي. هو ده اللي دفعني أن أنا أعيش حياتي وأن أنا قادر أني أكمل. بتقول كلمة الله عن مثل الزارع، بيقول الرب يسوع مرقس 4:18: هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير برا ثمر. هموم هذا العالم، أحمال بيرميها علينا الزمن والحياة اللي إحنا عايشينها. السؤال أنا بسأله، اسأله لنفسك، إيه اللي مسبب القلق والهم في حياتي؟ إيه اللي مخليني في حالة عاملة زي ما تكون حالة إغماء؟ حاجات كتير، بس محتاج أقف بصدق مع نفسي وأقول إيه هي الحاجات الكتير. لو حواليك، لو جواك منزعجين، مطروحين، مهمومين، ببساطة دول غنم لا راعي له. قول معايا: غنم لا إيه؟ وكأن الحل في الانزعاج والانطراح والهموم، أيوة، وجود راعي. الكلام اللي بقوله لك ده قابل للبيع في العصر اللي احنا عايشينه؟ عايزين كورس حنبلاظ ياخدك في الحبشتكوش يعمل لك مش عارف ايه، ولا الراعي يعرف يعمل ده؟ حالة صعبة، أيوة، في انزعاج وفي انطراح مليان بالهموم، أيوة، إيه العلاج؟ ثانياً، علاج الحالة الصعبة. 1، 2، 3، نمرة 1، علاج الحالة الصعبة: راعي متحنن. حد يقول لي هاليلويا. راعي ماله؟ راعي متحنن. لما رأى الجموع منزعجين منطرحين كغنم لا راعي لها تحنن عليهم. ده نصيبك، بداية علاجك إنك تصدق إن راعيك الطيب والأمين عايز يريحك.
قل لي امين. الله يخليك، يمكن تثبت حاجه جواك. راعيه ماله؟ عايز يريحني. مش بس عايز يريحك، مش عايز يشيل همك، ده هيشيلك انت وهمك على كتافه. هيشيلك. يقدر يشيلك ولا لا؟ صدقني يقدر يشيلني، يقدر يشيلني، يقدر يشيلني. انا حكيت لكم على الست اللي طلعت معايا في التيوتا في مصر. مره وانا في الطيبه رايح حسام الله فضلت خيرك، ففي التيوتا، التيوتا اللي هي العربيه اللي سموها هنا الونيت، ايوه الونيت، ونيت ده بيبقى يعني كرسيين من قدام ورا فيه كده كنب خشب جميل، وكل انواع البشر بتركب. القاضي بيركب، وخالتي امه اللي طالعه من الغيط بتركب، واللي رايح يبيع باح كله بيركب، كله بيركب في الحدوته ده. فانا قعدت من جوه كده خالص، ففي واحده ست جايه شايله قفه، فاتنين من الشباب اللي قاعدين على الطرف مدوا ايديها اخذوا منها القفه. الست طلعت وراحت قاعده في وسط بتاع ما بين الدكتين دول قعدت، وبعد كده الشابين دول حطوا القفة على الأرض، فقالت له شايلهاني يا ولدي. فبصوا هما الاثنين، خليها هنا خالتي، شايلهاني يا ولدي يا حبي. فراحوا هما الاثنين عازمينه وحاطينها. فرجل الكبير قال لها ليه ما تحطيها على الأرض؟ قالت لي يا ولدي مش كفاية إني شايلها، إن أنا خايفة لحسن تحطها تدفع أجرتها وتدفع أجرة القفة، فتدفع أجرة واحدة بس. إنها تضحك على إيه؟ اضحك على نفسك، اضحك عليا وعليك، لأننا عاملين نفس الحدوتة بالظبط. أنا أشيلك، هللويا أنت شايلني، وبعدين ارمي همك على، ارمي همك معناه انك اديتني مسؤوليه ان انا هتصرف في همك. لا انا متشكك، معلش انا اعرف ارنمها لك، اعرف اسبحك بيها، اعرف ارنمك ليها، واعرف وانا صغير كان عندي مشكله ما بيني وبين حد، كان عندنا راعي الشباب في كنيستنا، كان راجل لذيذ امريكاني كان بيتكلم عربي. ففي كل مره، كل اسبوع كان يقعد معايا يقول لي اعمل ايه واسوي ايه، وكده اجي وصلي واقول له لا انا خلاص انا عملت الواجب اللي انت عليا، وانا دخلت سلمت الموضوع للرب. اوكي، فيجي يحكي معايا الاسبوع اللي بعديها، فيكتشف انه الحاجات اللي انا قلتها ان انا سلمتها هي نفسها اللي لسه قلقاني ومخوفاني ومزعجاني وعندي ردات فعل ليها. قال لي نبيل لما تخش المره الجايه تسلم للرب ما تعملش كده، اتأكد وانت طالع انك هتعمل كده، لانك كل مرة بتيجي تعملهم كده وانت طالع تعمل ايه؟ تلمهم وتاخدهم معاك وتطلع برة تاني، لانك مش واثق انك تسلمهم لهم. انا بقول لك اليوم، انا بقول لك اليوم، يلي منزعج، يلي منطرح، يلي حالتك صعبة، صدق وامن ان في راعي طيب وحنين. مش بس راعي طيب وحنين، بيحط نفسه على الخراف، قادر يتحنن علي وعليك. كان لابد أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله. كان لازم يشبهني ويشبهك، كان لازم. استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا فيهما. هو حاسس بي وبي، حاسس بالأرق، حاسس بالوجع، حاسس بي، فهمه، عارفه شكله إيه. وكل اللي عايز يطمنك عليه يقول لك ايه؟ سلمهوني، ده مش بتاعك انك تشيله، انا دفعت ثمنه على الصليب، سلمهوني لان انا دفعته هناك. ده اللي انا عايز اريحك فيه، عايز اطمنك فيه. مش معناها انه اختفى، مش معناها ان المشكله اتحلت وانتهت، لكن معناها ان في حد تاني حط رقبته معاك وشال الحموله عنك. شعي 40، خلينا نشوف مع بعض كده الراعي شكله ايه. أنا بحب النبوة دي أوي. شعي 40 عدد 10 تقول كلمة الله: هو ذا أدوناي يهوي بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه، أيوة كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. يوحنا اصحاح 10، تعال نشوف النبوه اتممت ازاي.
تعال نشوف داود اللي حكى عنه في حزقيال. يوحنا اصحاح 10 عدد 11 تقول كلمة الله، خلينا أقول من عدد 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا، قول وأما أنا، ارفع صوتك قول وأما أنا، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وإيه كمان؟ يكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح ماله؟ مش بيقطع في الخراف، مش بيأكل السمين زي ما كان بيقول لرعاة إسرائيل. الراعي الراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف. أما الذي هو أجير ليس راعياً، الذي ليست الخراف له، يرى الذئب مقبلاً ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي، وخصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي. أنت من الخراف؟ هو بيقول لك أنا أحط نفسي مكانك. موقف أنت متهدد فيه، موقف مزنوق فيه، موقف مش عارف تعمل، يقول لك إيه؟ أنا موجود هنا عشان أخذ مكانك. عدد 27، خليك معي. خرافي، خرافي مالها؟ وأنا عارفها. خرافي تسمع صوتي، خرافي تصدقني، خرافي ما تسمعش بس لصوت الإزعاج والصوت الهموم، تسمع لصوتي قبل أي حاجة تاني. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. قولها معايا كده، ولا يخطفها أحد من يدي. أنا بتكلم عن الرب يسوع. الرب يسوع بيقول بص معايا، بص معايا، إيدي الشمال دي هي الرب يسوع، بيقول ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع. أيوة، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. بص الآية الجميلة اللي جاية دي، أنا والآب واحد. فين حضرتك بقى؟ ما بين إيدين الآب وما بين إيدين الإبن. هو ده راعي الصالح. اللي مصدق يقول هللويا، يعمر بيت كده. أنا هنا. عارف ليه ما بقدرش أتجاوب؟ كم الأصوات اللي بقت ملياني الهارد ديسك عندي، السيستم ما بيجيبش إنه يصدق هو بيقول إيه. وداني اتملت اتملت اتملت. أنا محتاج ريفورمات، أنا محتاج إني أتفرمت من جديد، أنا محتاج إني أتظبط من تاني، أنا محتاج إن كلمة الله عارف يحضرها كنيسة مقدسة مجيدة لا غضن فيها ولا عيبة ولا شيء من شبه ذلك، مطهرا إياها. أيوة، بغسل الماء بالكلمة. يغسلني ويغسلك بكلمته النهاردة، يغسلني ويغسل أفكارنا وقلوبنا علشان نصدق الراعي الصالح بيعمل معايا ومعاك إيه. اسمعني وبص عليا، مكاني كخروف ما بين إيدين الآب وبين إيدين الإبن. أنا حطمن لأن لي راعي حنين، أنا حطمن لأن لي راعي فهمني وحاسس بي. إحنا ما بنحسش بنفسينا، إحنا ما بنرحمش نفسينا، إحنا بنلوم نفسينا، حاسين بالذنب، معلقين نفسنا على صلبان طول النهار، بنلوم زواتنا بدل المرة ألف المرة. هو لا بيلومني ولا بيشتكي عليا، حتى لو وقعت في الطين ينزل معايا في الطين، مش عشان يلومني، عشان ياخدني من هناك ويغسلني ويطهرني ويجيبني على صخرة أعلى مني. في الآخر هنبقى نقول مع بعض مزمور 23، يمكن يكون لي معنى تاني مختلف. نمرة واحد، آمن وصدق أن في راعي حنين. نمرة اثنين، غير المحطة. غير إيه؟ محطة إيه حضرتك؟ مش محطة الأوتوبيس. الإف إم بتاعك. بتسمع إيه أنت؟ بتسمع إيه؟ شرطاية، شرطاية صغيرة كده، شرطاية صغيرة ما بين محطة زفت ومحطة ليفت. حاجة صغنطوطة كده.
بس أنا وأنت اللي بنتحكم إن أنا أغير المحطة. غير المحطة معناها أنا مش حسمع لروح الإزعاج، أنا حسمع لروح الله. قول معايا، أنا مش حسمع لروح الإزعاج، أنا حسمع لروح الله. لسه في إنجيل على فكرة، لسه في أخبار مالها؟ أخبار سارة. رومية 12:2 تقول كلمة الله: تغيروا عن شكلكم بإيه؟ تجديد. جدد ذهنك، جدد ذهنك بكلمة. اعرف الحق بيقول ايه. الحق بيقول ان انا خروف لكن مش هضل لان لي راعي صالح. الحق بيقول ان اللي حط نفسه مكاني وعني قادر يشيلني ويحملني كل الايام. الحق بيقول انه ما من مشكلة، ما من عثرة، ما من ضيقة، ما من جبل يعلى الا وإلهي اعلى واعظم منه بكتير جدا. الإيمان بيقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الله. ده اللي هنطق بيه، ده اللي حقوق. أي بيقول الزنان شغال شغال شغال، قادر أوقف ده، قادر أنه ما ادهوش ذهني واديله أفكاري. إزاي؟ أني أنطق بالعكس، أني أتكلم وأعلن بالحق والحقيقة اللي ربنا بيقولها. مزمور 4:8، مزمور 4:8: في سلامة أطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت إلهي راعية، في طمأنينة تسكنني. ماما، حد فاكر المنظر ده؟ أمهاتنا العزاز. طب بلاش، ده بتاع العصر الحديث. طيب ده أعمل لك إيه تاني؟ أجيب لك أي حركة تاني. حدش شال طفله على أيديه، هزه، حطه هنا وطبطب عليه لغاية لما نام. علي ألقيتم من الرحم وإلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل. واو واو واو. مهما كبرت هتفضل بالنسبة له ابنه المدلل، وبنته اللي يعرف ينيمها ويهديها بالليل علشان تطمن. مبارك اسمك الغالي العالي. لو نسيت فكر نفسك، بارك يا نفس الرب. كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي. أنا محتاج إلى إعادة تذكرة، أنا محتاج أن أفكر نفسي مرة ومرة ومرة. كم واحد مننا عنده سجل مع الرب باختبارات فاتت؟ خربيت ايه، ولا واحد؟ كلنا. احكي لك بقى ربنا عمل معايا ايه. ده لما كان وكنا، هو اتغير؟ هو زي ما هو؟ انا ما اتغيرت، ظروفي اتغيرت، لكن هو حيفضل زي ما هو. الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت، اللي لسه حاملني وشايلني كل الأيام. بس الأزمة دي غير الأزمة اللي فات. مهما كبرت أزماتي مش هتعلى ولا تكبر على حجم إلهي أبدا 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 أبدا. فرصة جديدة أن نختبر أمانته، فرصة جديدة أن نشوف عظمته، فرصة جديدة إن الضيق ينشئ صبر، وفي الصبر تزكية، وأشوف إلهي صانع معايا وفي حياتي أمر جديد. هاللويا. نمرة واحدة قلت لك في راعي متحنن، نمرة اثنين غير المحطة، نمرة ثلاثة وأخيرا ارمي أحمالك. منظر ده عندنا في الصعيد برضو، جماعة الصعيد حبايبنا، تلاقي فجأة الشباك اتفتح، شوية مية طاروا نزلوا في ال، ده اسمه إلقاء الفضلات. فضلت خيرك. إلقاء الهموم معناها زي، آسف، زي إلقاء الزبالة. حد بيروح يرمي الزبالة عشان انت خايف انك ما تتعصش في الزبالة، فبتعمل ايه؟ في الكيس من بعيد. وكلكم من الزمالك وانا من بولاء. بترمي الكيس من بعيد عشان ما تجيش جنب الدبان وجنب الوسائل، بترميه رمية. الهموم كلمة الله قالت عليها، مش تطرحها وتسيبها وتتركها، تلقيها.
القي، مزمور 55 وعدد 22، القي على الرب همك فهو يعولك. لا يدع الصديق يتزعزع، مش الصديق اللي قاعد إلى الأبد، هو الإله اللي في كل جيل الصديق موجود. الله لا يدعه يتزعزع، والموضوع ده هيفضل يحصل النهاردة وإلى الأبد، إلى الأبد. إلقي عليه همك، إلقي عليه اللي جواك اللي عندك. باختصار بسيط جدا، حول همك هم لله، حول همك. مش عايزين نحط عليه حرام، يعني برضو رعينا الطيب وجميل، مش لا ارمي عليه، ارمي عليه بيستحمل. هو في الشتاء واسعة ويتحمل قوي 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 ما لا تتخيله. الوحيد اللي يقعد يسمع عبطي، تصدق واقعد اجيب يمين وشمال وحكي في الفرغه وحكي في البتاع ويطفطف عليا ويسمعني وحبيبي، قول تاني قول تاني ويتكلم معايا. انا لو قلت كلمتين مع حد مش عاجبني يتقلب ويسمعني، يحس بيا بكل اللي جوايا، يمسح دمعة عيني. مرات لو ما اتكلمتش هو عارف يترجم اللي جوايا واللي في داخلي. هذا الإله ألقي عليه همي. لما بلقي عليه همي هقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل، يوم خوفي أنا عليك أتكل. هللويا. مزمور 37 آخر شاهد هقراه، أوعدك صدقني. مزمور 37 تصالح يا رب. مزمور 37 عدد 23 تقول كلمة الله: من قبل يهوي تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر، إذا سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده. أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له للصديق تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءى فيقرض ونسله للبركة. إذا سقط أكيد حيسقط، لا ينطرح. ليه؟ لأن الرب سنده. دي إيديك حضنك وضماني وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. إيديك تحوطني وتاخدني، أجي أسبح اسمك وأجي أقول لك عبلي ووجعي وألمي وهمي أعرف أرميه عليك، أعرف أرميه عليك. إلقي على الرب همك فهو ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يعولك يعني يسندك، يعولك يعضدك، يعولك يعني يعولك، يأكلك ويشربك، يعولك يعني يرفعك ويرعاك ويسترك بأمانه. يعولك يهتم بيك بكل حاجة صغيرة. الحياة هتفضل حياة، هصحكم كل يوم الصبح أروح شغلي، في تحديات وفي آلام وفي مشاكل في مواجهات في ناس في احتكاكات، لكن دي الممارسة اليومية اللي ما تخليش حالتي صعبة، الممارسة اليومية اللي تسكت روح الانزعاج وروح الخوف، إن أعرف أجي أستريح في إلهي وأعرف أحول له همي وأعرف بدل الإزعاج أخذ روح الله الوديع الهادي اللي يطمن نفسه ويسكنني من تاني. آخر كلمتين: عندك راعي مش متضايق من انزعاجك ولا من انطراحك، بيحط نفسه مكانك وبيتحنن عليك وعايز يشفيك. جربت تكون في مكان منزعج؟ انا اقول لكم عن نفسي، لو حطيته في مكان، حطيتني في مكان فيه اطفال صغيرين اللي هم مش عايز اقول لك على السن عشان ما وبيخبطوا وبيرزعوا وبيروحوا وبييجوا محدش بيهدى وبتاع، ما اقدرش اقعد في المكان، ما اقدرش لازم اطلع لبرا، ما احتقدانا. انا عايز اقول لك ان الرب يسوع مع وسط الناس اللي مليانه بالانزعاج، ما شافش انزعاجهم مزعج بالنسبه له، شاف انزعاجهم حصاد هو محتاج يلمه وناس محتاجه انه يشفيها.
يمد الإيد علشان. قال للتلاميذ لما شاف شاف الجموع منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها، بص التلاميذ وقال ها الحصاد ماله كتير لكن الفعل قليلين. الله بيدور على فعله في هذا الزمن يكونوا موجودين معاه، يبكموا ويخلصوا الناس من روح الانزعاج ومن روح التهديد والمخاوف. الله قادر أن يعمل ده فيا وفيك. يا رب وسع قلبي يكون في مكان في حياتي للمنزعجين والمنطرحين، ما انزعجش بيهم لكن انزعج علشانهم. اقرا يوحنا 11 لما تروح الله يخليك. مرسى بتبكي ومريم بتنوح والناس بتعيط علشان لعازر مات، تقول كلمة الله فانزعج يسوع واضطرب. انزعج وحصل له ايه؟ انزعج واضطرب وقال وروني القبر فين. مش انزعج واضطرب واخد بعضه ومشي، انزعج واضطرب وعمل حادثة ما حصلتش في التاريخ تاني، انه ينادي جوه المقابر على واحد بالاسم الواحد بس هو اللي يقوم وانتن بقاله 4 ايام. هو ده الراعي اللي بيتحنن، ده الراعي اللي شايفني وشايفك. ممكن مع بعض نقرأ مزمور 23؟ أيوة. أنا مش عايز أقرأ لأن أنا حافظه، أنا عايز أقوله إعلان النهاردة، وكويس إنه مكتوب بصورة شخصية، مش الرب راعينا، الرب ماله راعي أنا، ده بتاعي أنا، الرب راعي. هاليلويا. أقف معي على رجليك. مبارك شخصك. هاليلويا. بص لحد جنبك قبل ما اقرا المزمور وقول له الرب راعي. طب بص له مره كمان قول له الرب راعيك. قول معايا بصوت عالي، الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه، ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، والسبب لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ري، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب. ارفع إيدك كده وقول خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب، أتواجد في محضره يعني إلى مدى الأيام، لا لروح الإزعاج، لا لروح الهموم، لا لأثقال الشرير. أترحم من علي الآن وأقول للرب أنت مجدي ورافع راسي، أنت متكلي في يوم ضيقي، أنا عليك أتكل، أرمي همومي عليك، أرمي مخاوفي عليك، أخضع كل فكر إلى طاعة ربنا يسوع المسيح، أستأثر كل فكر وكل صوت بالشرير لسلطان ابن الله الحي، رعية الطيب والأمين، هو رعية الصالح بين إيدين الأب وبين إيدين الإبن، أنا محمي ومتشال. هاللويا. ارفع إيدك للرب وقول له أشكرك لأنك أنت راعي يا رب. هاللويا. دي إيديك. عايزك تقول الترنيمة اللي احنا حافظينها دي كأنك ما قلتهاش قبل كده، تقولها من كل قلبك من أعماقك، بتعلن إيمانك اللي في داخلك. هللويا. ديك محوطاني، حضنك ودمراني، وعناية الهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. ديك محوطاني، حضنك
هتسمع هتغير الاف ام اتفقنا مش هتسمع لصوت مخاوفك وقلقك واضطرابك ومسجاتك واللي جالك اوعى تنام عليهم هتصحى بيهم نام بحاجه تاني نام بصوت الروح هو بيقول لك ما تعولش الهم ما تخافش ده الهك حي امين امشي ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود
تعولش الهم وما تخافش ربنا قبل ما نكسر خبز مع بعض خلينا أقول بركة لكلنا للناس اللي بتشاهد واللي في التلفزيون. لو أنت موجود هنا، لو أنت موجود بتشوفني من وراء كاميرا، من فضلك ارفع إيدك، ارفع إيدك أنك هتستلم حاجة من بين إيدي. خلينا أقول عليك هذه البركة اللي موجودة في عبرانيين أصحاح 13 وعدد 20. إله السلام، أنا حقول كل ما عليك تستلم. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين.